من جديد اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، جدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف الدكتور عبد الله الجحلان، امين عام هيئه الصحفيين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وضيفي في الاستوديو الاستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي. دكتور اعود اليك، بعيدا عن هؤلاء الشله بالمفهوم اليمني، بعيدا عن هذه الشله، هل فعلا الوضع في اليمن محتاج لايجاد طرق بديله غير طريق الحرب واستعاده الدوله بكل الصياغه؟ اولا لن نطلق عليهم شله، ولكن نطلقهم هم فريق. هم فريق يعملوا في استراتيجية إدارة الصراع، وهذا الفريق متعدد منه فريق لا يقلهم. شوف، هناك فريق نخبة أو خلية الاغتيالات، خلية الطريق الثالث، خلية إدارة المفاوضات، هي خلايا كلها قتلة. أنا بالنسبة لي أقولها بوضوح، لا أميز بين ما هؤلاء الطريق الثابت، أنا أسميهم الثابت في ولائهم وليس الثابت في ثبوتهم بالحقيقة، عن خلايا القاعدة المصطنعة وعن خلايا الاغتيالات. نعم. بالتالي أعتقد نحن سائرون بالطريق واضح، الطريق إلى الشرعية لا يمر عبر التسويات بشكل واضح، لا حوار مع انقلابيين. الآن يسوقون حديث، يتحدثون عن أن هناك قابلين، يعني نحن الآن في نلعب استغماية، يعني دمرنا البلد، قتلنا الناس، دمرنا الاقتصاد، جبنا دول التحالف، قل يعني عرضنا الأمن القومي الإقليمي للخطر، ولهفنا الاقتصاد، دمرنا البلد، قتلنا الناس، خلقنا الدواعش. عادي بعدين نحن نرجع للتسوية، ونحن طرف سياسي ونحتفظ بإقليم مش عارف إيه، يعني نلعب استغماية. الطريق واضح ومحدد، الطريق إلى استعادة الدولة يمر عبر استمرار العملية العسكرية، لا تفاوض مع أشخاص ينكثوا العهود. الآن اليهود إسرائيل كنا نطلق عليهم أنهم ينكثوا العهود، الآن يتعلموا اليهود من هؤلاء، يتعلموا كيف نكذب العهود، يتعلموا نفس، صدقني والله ليس مبالغة، سلوكيات لم أجدها مع هؤلاء إلا بالتعامل مع الكيان الصهيوني. بالتالي هؤلاء لا يحملون أي قيم وطنية أو إخلاقية، هؤلاء مجموعة من القتلة واللصوص. بالتالي الطريق يمر عبر عملية عسكرية، عبر جمهور الحوثي، جمهور المخلوع، هذا اليمنيين. نحن لا نطالب باغتيال شعبنا، هؤلاء ضحايا، بس نستوعبهم، المقابل تستوعب، سنعيدهم بالحياة اليومية، لكن لابد من إحالة المخلوع وعبد الملك الحوثي وأخوته وهؤلاء القتلة وحسن زيد والديلمي والعماد، نحن نعرف أسماءهم كاملة، وأيضا أقولها بوضوح، والشامي وابن الشامي وكل هؤلاء، ينبغي، لا يمكن أن نذهب إلى التسويات معهم، قتلوا شعبنا، دمروا اقتصادنا، هذا عبث. يعني أنت تدمرني، كنا في الطريق واحد ماشي في طريق سوي، ماشيين في اتجاه السلام رغم هشاشة الوضع، ثم تخرجني وتقتلني وتقتل أهلي وتدمر اقتصادي، ثم تقول لي نعود لطاولة المفاوضات. هذا نحن الآن على مقربة، مهما كانت التضحيات، التضحيات الآن حتى لو كانت 50%، ربما إذا قبلناهم في التسوية لن نجد اليمن مع هؤلاء، لأن هؤلاء سيكون الذاكرة مثخنة في الجروح. نعم. مثخنة بالقتل، مثخنة باللا تماسك. نعم. بالتالي سنذهب إلى احتراب لن تقوم لهم القائمة. الذهاب للاستقرار ينبغي أن يمر. نعم. عبر محاكمة عادلة لهؤلاء، ومنهم الطريق الثالث ينبغي أن يحالوا، لأنهم خونة مثلهم مثل غيرهم. نعم. في هذا التوقيت تطرحون الطريق الثالث بعد كل هذا القتل، لا تنظرون إلى التعز، لا تنظرون للاقتصاد، تضعون عن طريق ثالث في هذا التوقيت، ماذا يعني؟ يعني أنكم يعني الذراع الناعمة للمخلوع صالح، يعني أنكم فريق الاغتيال الناعم، مثلكم مثل اغتيالات عدن، مثل قتل المحافظ. نعم. مثل اغتيالات الشخصيات، مثل يعني الإمارات، هؤلاء الطريق الثالث مثلهم مثل فريق الأزمات الذي يعد القاعدة. نعم. طيب أنا أنتقل للدكتور عبد الله حقيقة. دكتور عبد الله، يعني برأيك ما مخاطر أي استجابة أو إتاحة المجال لهؤلاء؟ هؤلاء يتجاوزون المرجعية الوطنية، لا يشيرون للإنقلابيين والميليشيات الحوثية بأي طرف، يؤكدون ضرورة تدخل إقليمي بالإشارة إلى إيران، إشارة مبطنة، ما مخاطر استجابة لمثل هذه الأصوات؟ جميل جدا، أنت تشير إلى لب المشكلة، يعني الطرح الذي يطرحه هؤلاء وهو مجرد تفصيل للحلول على مقاس مصالحهم. نعم. هو مصالح الذين يطرحون مثل هذا الطرح، والذين يريدون أن يكون لهم يعني قدم في المشاركة في المستقبل في شأن اليمني، وكذلك إخراج تسببوا في هذه المآسي في مخرج يعني سليم وكأن لم يكن شيء. يعني هؤلاء يفصلون حلولا تكون لمصلحة الطرف الآخر، الطرف المعتدي، الطرف الجاني.
فهذا مثل ما ذكرت سابقا هو شرعنة لكل من سيقوم بمثل هذا الفعل، لأي فئة من الفئات تتحصل على دعم خارجي أو تتحصل على قوة عسكرية أو أسلحة وتستطيع أن تختطف السلطة، ثم يقال لها تعالوا بعد أن يعشوا في الأرض الفساد وبعد أن يقتلوا الأبرياء تعالوا نتصالح. نتصالح على ماذا؟ القاتل يقتل. فالمفترض أن يكون هناك استهداف حقيقة للذين استهدفوا المواطنين حتى يمكن الجنوح إلى تطبيق القرارات الأممية والبعد عن مثل هذا التلوين في مسألة تفصيل الحلول في مقاس ينسجم مع متطلبات هؤلاء الذين اعتدوا على الشرعية والذين سلبوا الشرعية بقوة السلاح والذين يريدون كذلك أن يحتفظوا بهذا السلاح لفترة أخرى. أنا أعتقد أن هذا الطرح إن لم ينجح في نظرهم فهو على أقل تقدير لالتقاط الأنفاس ومحاولة تحاور حول مثل هذه الأشياء لالتقاط الأنفاس والعودة يعني مكررا. نحن نسمع عن التدخلات الإيرانية في مثل هذه المسألة، وهذا شرعنا لأن تكون إيران تنصب حزب الله في اليمن وتنصب فئة أخرى في حزب الله في لبنان وحزب الله مماثل في اليمن، وهي تريد أن تكون طرفا مشاركا بين العرب في قضاياهم. يعني هذا كله تخريج لكل ما حصل، وأنا أعتقد أن اليمنيين الأحرار سيكون لهم وقفة مثل ما كان وقفة شجاعة في المقاومة وفي محاولة إعادة السلطة الشرعية، سيكون لهم كذلك وقفات في الوقوف أو في صد كل المحاولات التي تريد أن تخرج القتلة من حبل المشرق. نعم، الدكتور عبد الله الجحلان أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب كنت معنا عبر الهاتف من السعودية، شكرا جزيلا لك. أعود إليك دكتور عبد الباقي، يعني في سؤال واضح ومحدد، هل ينجح هؤلاء أصحاب الطريق الثالث ولا الثابت ولا بسميهم ما شئت، هؤلاء المجموعة هل ينجحون في تحقيق ما يريدون من إثارة مثل هذه الآراء؟ إذا نجح المخلوع صالح الحوثيين في البقاء سينجحون. نحن الآن الطريق واضح، يعني أعتقد أنهم يلعبون في الوقت الضائع، وأعتقد أن جيم أوفر. يعني أين كانوا، أين هم من تعز؟ يعني نحن لم نسمع بطريق ثالث في تعز، لم نسمع بهؤلاء عندما تعز تحاصر، وعندما أنا كنت أتمنى أسمعهم هذولا عندما كنا نبحث عن ما يسمى يعني أكسجين لمستشفى تعز، عندما تقصف المدن، عندما تحاصر مدينة، كنت أبحث عن الطريقة الثالثة ولا أين كانوا عندما كانت عدن تقصف وكانت يقصف حتى النازحين في البحر، أين كانوا الطريقة الثالثة ولا كانوا في غرفة العمليات؟ وبالتالي هذه أدوار نحن بشكل واضح. أنا مع تناول هذا الموضوع، ولكن أعتقد أنهم هؤلاء يدافعون عن مصالحهم، لأنه أصبحوا يعني أنا لا أريد أذكر أسماء، ولكن هؤلاء لوبي فساد، وأحد فرق المخلوع صالح لوبي فساد، لأنهم يدافعون عن المخلوع للدفاع عن مصالحهم وهم استفادوا. دكتور يعني برأيك ليش المخلوع لجأ إلى هذه الخطوة؟ ليش يعني خلى الناس هذول يقدموا عشان تحصل مثل هذا؟ للحفاظ على الشارع الداخلي وللالتقاط إذا ما كان هناك ما زال أمل هناك الشارع الداخلي، نظرا للتعتيم الإعلامي ونظرا لظروفهم الصعبة، يريد أن يقول نحن نبحث عن تسوية، ولكن المعتدين هم عبد الرب منصور هادي والشرعية، المعتدين هم العدوان الخارجي، نحن نبحث عن حل، ولكن هؤلاء وهم تحت التعتيم وأيضا تحت الضغط الحياة اليومية، وبالتالي أي واحد تحت الضغط الحياة اليومية غالبا يكون عاطفي وغير عقلاني ولا يحسب أكثر من النفوذ بالحياة. وهناك أيضا البحث عن نقطة الالتقاط، لو هناك تجاوب خليجي أو تجاوب خارجي تلتقط هذه الطريقة الثالث لاستيعابهم والبحث عن تسوية. ولا أعتقد أن هذه المرحلة قد تمت، لأن أنا أقولها بوضوح، ولا أنا لا علاقة لي بالعربية السعودية، ولا علاقة لي مع أي مسؤول سعودي، ولا علاقة لي، ولم أقابل عبد الرب منصور هادي ولا نخبته. أنا أعرف الشعب اليمني وأعرف أنني أنتمي لهذا الشعب وأتحدث بكل وضوح لأنني هذه وظيفتي. يعني العربية السعودية وجبت نفسها للدفاع عن أمنها القومي وبطلب من الحكومة اليمنية وفق المادة 51، وبالتالي كلنا نعرف أن هؤلاء استدعوا الإيران إلى خاصرة العربي إلى خاصرة دول الخليج. هؤلاء
قد أدوا إلى تضليل أتباع المذهب الزيدي بانحرافهم نحو الاثنى عشرية ونحو التعصب للمذهب الاثنى عشري عبر الملازم تدريجيا، وبالتالي حتى ظللوا الشعب اليمني. هؤلاء يجسدون ويقدسون، يعني مش نقول سلالة الرسول، يقدسون مصالحهم، لأنهم من خلال الرسول يريدون أن يلهفوا اليمن. اثنين، المخلوع صالح وهذه الجماعات أعتقد أنها قد خسرت، لأن المشروع الآن لن يتوقف، لأن المخلوع صالح ليس هدفه، عنده 60 مليار، لديه 60 مليار، لديه يعني كان يمكن أن يعيش مع أسرته، يعني لربما يعيش هو وأحفاده وأحفاد أحفاده في نعيم، وكنا نحن نقول خلاص خذها ولكن دعنا وخفف الكلفة. هذا لا يبحث عن مصلحة، هذا يريد أن يعود للسلطة، وبالتالي الذي يرغب في العودة للسلطة مستعد أن يقتل الجميع من أجل العودة. الحوثيون لو كانوا يبحثون عن السلام لكانوا قبلوا الحوار الوطني، لكانوا تفاوضوا، ولكن هؤلاء إيش مشروعهم؟ واحد مشروعه يقتل، ينهب، يدمر البيوت، يأخذ أتاوات، ينظر للناس إنهم غير متساويين. هؤلاء ليس لديهم مشروع، هؤلاء مشروع يعزز الإمامة بأقبح صورها، وبالتالي أنكشفوا. هؤلاء أنا أقولها والله دون تعصب، والله دون تعصب وبمنطق، ولكن أنا متحمس بفعل الجرح. أنا أتابع الجرح في تعز، أتابع اقتصادي منهار، أتابع طلاب اليمن الموقفون على الدراسة، وطالب اليوم جامعة الصناعة عندما يعينون من ما يسمى بالسادة، ما يسمى بالسادة في الجامعة، عندما ينهب المال العام، عندما نحن وأطفالنا مشردين بالخارج، أتحدث بحرقة عندما نجي نتحدث بعد كل هذا، عندما أشوف الجرحى الذين يتنفسون بأنابيب، وألاحظ الجرحى الذين يموتون انتظاراً، وألاحظ الجرحى الذي يموت عشان 100,000 ريال، وبالتالي أجي أتحدث عن طريق ثالث. هذا نوع من الهراء. هؤلاء يجب محاسبتهم الآن، يجب على الشعب اليمني أن يعرضوا هؤلاء الطريقة الثالث إلى محاكمات، لأنهم خلية، عليهم الحديث عن الشرعية، عليهم الحديث عن الجرحى، عليهم الحديث عن حصار تعز، فليذهبوا إلى تعز فليرفعوا الحصار ثم يتحدثون عن طريق ثالث. ارفع الحصار عن تعز، ادخل الأكسجين للمستشفيات، اعيد المستشفيات، ثم تعال حدثني سأستمع لك. نعم، الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت ضيفنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، وأجدد شكري لضيوفي الذين كانوا معي عبر الهاتف، السيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، والدكتور عبد الله الجحلان نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. بإمكانكم إعادة مشاهدة الحلقة مرة أخرى على صفحة القناة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التليجرام أيضا قناة يمن شباب الفضائية. نلتقيكم غدا في نفس الموعد، إلى ذلك نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.